السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدر الإخوان، لبس عليكم بخير، كل شيء مزيان، كنتمنىكم تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. لأول مرة الإخوان كيشوفوا هذه القناة يخلنا لايك وكومنتير ويبارتاجي باش ديما إن شاء الله يوصلكم الجديد. طويرات ديال اليوم إن شاء الله هما هادو، وهادو اللي كنتو كتشوفوا معايا راه باقي في الحفاظة الإخوان، وراه داخلين في مرحلة ديال غيار الريش، وراني كنت هضرت لكم على الفتره ديال غيار الريش، شنو خاصكم تعطيو للطويرات ديالكم، وخاص كيفاش خاصكم تعتنيو بهم. وضروري الاخوان ما تشماش وتدواش، يعني الطير باش ان شاء الله يكون ديما اكتيف وبخير وعلى خير الصحه ديالو وتف الريش ديالو، حقاش عارفين الاخوان الدوش مهم للطائر وانه كيساعد على تغيير الريش بسرعه. كما كتعرفوا الطائر ملي كتبدا تدوش ليه داك الريش ديالو يعني كيطيب كيف ما كنقولوا كيرطاب وكيطيح. وهذه يا الاخوان راه هي يعني الطريقه الصحيحه. خلينا من داك مثلا دوك برودويات او الاكل الذي يسرع داك التخربيق، يعني الاخوان حنا كنوريكم داك الشيء اللي عادي واللي عارفين وطبقناه والحمد لله عطاني نتائج وغادي به، ما كاينلاش نبقاو نخسروا فلوسنا على والو ونبقاو نمرضوا في الطويرات ديالنا. لحقاش نتوما عارفين الاخوان طائر في الطبيعه ما كيشرب لا دواء، ما كي يعني كتعطيه داكشي طبيعي وربي كيدير تيسير وكيجيب الشفاء. بالنسبه للاخوان الموضوع ديال اليوم هو الطريقه ديال تحفيظ ديال طائر الحسون. واش اننا نكونوا حاطين طويرات بزاف يعني مع بعضياتهم اولا نعزلوهم، يعني الطريقه الاخوان اللي صحيحه الا بغيتي الطوار ديالك يخرج لك يعني ويركز لك مع الكلام اللي عاطيه اولا الشريط، ان كل طائر تحطو بوحدو وتعزلو على خوه، يعني ما يكونوش بحال الطريقه دابا انا اللي حاط فيها طويرات. انا غير حاطهم على اساس انه باش يعني باش ندير فيديو وتطويرات باش يشوفوا بعضياتهم ويثبتوا، حقاش ملي كتخلي كل واحد بوحدو راكم عارفين كتبقى تحفظ داك الشيء، الطير كيكون خايف كتبقى ساد عليه قليل فاش كيشوف البشر غير ملي كتبغي تبدل ليه داك الشيء. من الاحسن الاخوان كل واحد تعزلو بوحدو، كل واحد تعطيه شريط ديالو بوحدو وباش الطريقه تكون صحيحه وسليمه. اما الا كنتي الطويرات كلهم عازلهم في بلاصه وحده بعدياتهم، راكم عارفين الاخوان يعني هذه بتبت من هنا هذا يدوي من هنا، يعني الطيور ما يبقاش مركزين على الشريط، يعني غيبقاو غيتجاوبوا مع بعدياتهم صافي، يعني ما غاديش يركزوا لكم على داكشي اللي بغيتي نتايا. انفو واحد غيبتبت فيهم غيرد عليه الاخر، يعني الكلام ديالهم هذا كيف ما كنقولوا حنايا لي ميساج ديالهم، يعني كيف كيتجاوبوا مع بعضياتهم بالبتباته، يعني واحد غيبتبت غيرد عليه الاخر وغيبقاو النهار كامل هما بحال هكا، ماشي ملي كتكون بعدهم على بعضياتهم وساد عليهم كل واحد كتعطيه كلامه يعني مظلم عليهم. الطير ملي كتظلم عليه راه كيركز معاك، الطائر ملي كتخليه بحال هكا راه النهار كامل هو بحال هكا بحال الطائره ديال اللي في القفص الابيض، يعني الا خليته انا بحال هكا ما يركزش ليا في الكلام، غيبقى النهار كامل هو كيمشي من هنا لهنا. عكس الطوير هذا اللهم بارك راه واخا هكاك راه بدا كيعقل. لحقاش الاخوان هذا صراحه هذا اللي في على اليسر الطائر اللي واقف فوق القصبه هذا ما سادش ليه انايا، يعني داير واحد التجربه هذا معريه ومخليه كيحفظ وهذا ساد عليه، يعني بغيت نشوف واش كيف ما كيقولوا واش الطير الا كنتي كتخليه عريان يقدر يجيب لك الكلام، يعني هذا كيشوف مالين الدار مولف الناس اللي كيدوروا حداه كيسمع الكلام مو عريان، عكس هذا اللي كتشوفوه خايف يعني خايف، يعني راه كاين الفرق الاخوان، هذا ثابت وهذا خايف، يعني هذا حيت ما كيشوف حتى واحد يعني مسدود عليه كيعرف غير الماكله والشراب ديالو والكلام ديالو هادشي اللي كيعرف. قليل فاش كنخرجو ملي كيكون مثلا الشمس اولا بغي ندوش ليه، ملي كنخرجو ندوش ليه ونعاود نردو لبلايصهم باش الطير يركز مع، يعني حتى هاديك التبدال ديال الطير مثلا كتخليه في واحد البلاصه وتجي تبدل ليه المكان ديالو، حتى هذاك الاخوان راه غلط ما كيخليش الطيور راه حتى هما كيحسوا، وخا الطير تكون ساده ليه وديرو في الصاك ديالو وتحولوا من مكان لمكان سبحان الله راه كيحسوا حتى الكليمه كتبدل عليه، حيت فواحد البلاصه انت كنتي حاطو مثلا كانت دافيه هزيتي حطيتيه فواحد مثلا بلاصه اخرى تكون داير فيها شويه كولوندير راه كيحس الطير،
قدر الطائرة في ديك اللحظة يكون داخل لك البدالة، تولي مهرسة فيه البدالة، أو اللي يكون فينا من البدالة يعاود يطيح لك في البدالة. يعني يا إخوان طيري إلا حطيتيه في بلاصة صافي، خليه في ديك البلاصة إن شاء الله حتى الطيري يبدا يتكلم ليك ويخرج لك الكلام إن شاء الله. هذا الإخوان هو الموضوع ديال اليوم. كما ديما خير ظريف، الطويرات ديما تبعدهم على بعضياتهم باش الطويرات يركزوا مع الكلام ويحفظوا لك إن شاء الله. كانوا قراب راه ما غاديش يركزوا، غادي يبقاو غير يتجاوبوا مع بعضياتهم. وديك الحفاظه ديال الجماعيه راه ما كاين منها حتى شي حاجه. الطير كيخرج لك معصب، يخرج لك في قوة جيجيج، في الاخر يخرج لك غير بكلام خلوي، داكشي اللي كان شاد من والديه عكس انك داكشي اللي عطيتيه انت. كنتمنى لكم الاخوان فرجه ممتعه وموسم ان شاء الله يعني يكون بالنجاح والتوفيق. كان معكم يونس في الفيديو الجاي وبيس لكم.